تنديدا باستمرار العدوان على قطاع غزة، وبينما يطوي العام 2023 صفحاته الدامية. استمرت الاحتجاجات والمظاهرات الرافضة للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. في مرسيليا الفرنسية احتشد الآلاف ورفعوا الأعلام الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني. كذلك في العاصمة باريس خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع المدينة تنديدا بالحرب المفتوحة على غزة. في السويد في مدينة مالمو نظم محتجون وقفة تضامنية مع أهالي القطاع المنكوبين، وطالبوا بوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى الأهالي. كذلك خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين، رفع خلالها المتظاهرون الصوت تنديدا باستمرار القصف على المدنيين في القطاع. بنفس الزخم شهدت مدن عدة في هولندا والدنمارك وإسبانيا والنمسا مظاهرات حاشدة، في حين تجمع المواطنون في حديقة كيركاياك في غازي عنتاب التركية للمشاركة في مظاهرة داعمة لأهالي قطاع غزة. واجعل جميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. هكذا أراد الناشطون والغاضبون في مختلف أنحاء العالم أن ينتهي عام 2023 مع مظاهرات رافضة للعدوان الإسرائيلي ومنددة بالصمت والتجاهل الدولي لما يجري في قطاع غزة، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.